بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات التفسير وعلوم القرآن. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنتناول تفسير سورة الفاتحة من تفسير الأستاذ الشيخ أحمد مصطفى المراغي. وقد بدأ الشيخ تفسير هذه السورة كما بدأ كثير من المفسرين بمقدمة وتوطئة وتمهيد حول التعريف بهذه السورة الجليلة وبكل سورة من سور القرآن. فمن منهج المفسرين رحمهم الله أنهم يقدمون بين يدي تفسير كل سورة من سور القرآن الكريم تعريفا بهذه السورة، يتناول هذا التعريف أسماء السورة وسبب التسمية، ويتناول هل السورة مكية أو مدنية، يتناول عدد الآيات، وبعضهم يزيد عدد الكلمات وعدد الحروف، وبعضهم يذكر المناسبة بين هذه السورة وبين السورة التي سبقتها، وبعضهم طبعا في غير سورة الفاتحة، وبعضهم يذكر الأغراض والأهداف التي وردت للسورة أو أهداف وأغراض كل سورة من سور القرآن الكريم، وبعضهم يعبر عنها بالمقاصد، وبعضهم يذكر المقصد الكلي الموضوع الرئيس الذي تدور حوله آيات السورة الكريمة. بدأ الشيخ رحمه الله ببيان أسماء سورة الفاتحة، فذكر من أسماء سورة الفاتحة أنها تسمى أم الكتاب وتسمى أم القرآن، وعلل هاتين التسميتين قال لاشتمالها على مقاصد القرآن من الثناء على الله والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. يبقى الشيخ سيذكر لنا من أسماء سورة الفاتحة أولا أم الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، الأساس، الفاتحة. يعني الشيخ ذكر خمسة أسماء من لسورة الفاتحة. والإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الموسوعة الإتقان في علوم القرآن ذكر لسورة الفاتحة 25 اسما معللا كل اسم من هذه الأسماء، يعني يذكر الاسم ويذكر لنا لماذا سميت الفاتحة بهذا الاسم. فالشيخ المراغي رحمه الله ذكر خمسة أسماء لسورة الفاتحة. أول هذه الأسماء أم الكتاب وأم القرآن. لماذا سميت الفاتحة بأم الكتاب وأم القرآن؟ قال الشيخ لاشتمالها على مقاصد القرآن. كلمة أم تعني الأصل، أصل الشيء، أساس الشيء، ولذلك الفاتحة سميت بأم القرآن وأم الكتاب لاشتمالها على مقاصد القرآن. خلاصة القرآن الكريم، خلاصة موضوعات القرآن الكريم موجودة في سورة الفاتحة، حتى قال بعض العلماء سر القرآن في الفاتحة، الفاتحة هي سر القرآن، وسر الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. مقاصد القرآن، قال لأن القرآن جاء لبيان علم الأصول هو علم العقائد وعلم الفروع وأساسه وأصل علم العبادات وعلم الأخلاق والسلوك وعلم قصص الأمم السابقة وقصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والفاتحة قد اشتملت على هذه المقاصد الكلية للقرآن الكريم. فالحديث عن علم الأصول، علم العقائد موجود، علم العقائد إلهيات، نبوات، سمعيات مذكورة في سورة الفاتحة. الإلهيات الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. السمعيات مالك يوم الدين، والنبوات في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمراد بالذين أنعم الله تعالى عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. يبقى الفاتحة اشتملت على علم الأصول، علم العقائد، علم الفروع، وأساسه علم العبادات وهذا مذكور إياك نعبد، علم السلوك والأخلاق
وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. علم قصص الأمم السابقة وقصص الأنبياء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبذلك اشتملت سورة الفاتحة على مقاصد القرآن الكريم: علم الأصول، علم الفروع، علم الأخلاق والسلوك، علم القصص والأخبار السابقة. قال الشيخ أيضا: سميت السبع المثاني سبع لأنها سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني في سورة الحجر، قال آتيناك سبعا من المثاني، سبع لأنها سبع آيات، المثاني لأنها تكرر في كل صلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة. من أسمائه أيضا التي ذكرها الشيخ المراغي الأساس، قال لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه، وهذا كما قلنا لأنها اشتملت على خلاصة ومجمل موضوعات ومقاصد القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله تفصيل وبيان لما أجمل في سورة الفاتحة من مقاصد وموضوعات. سميت كذلك بسورة الفاتحة، قال لأنها أول القرآن، يعني فاتحة القرآن، بداية القرآن، وهذا في الترتيب المصحفي، وهذا هو المعول عليه، لأن الترتيب المصحفي كان بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى عن طريق أمين وحيه جبريل عليه السلام. أما قول الشيخ سميت الفاتحة لأنها أول سورة نزلت من القرآن، فهذا فيه نظر، لأننا قد درسنا في علوم القرآن أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق صدر سورة العلق. وأما الأثر الذي استدل به من قال إن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق سورة الفاتحة، فهذا أثر منقطع مرسل، والمرسل أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط. وهذا الأثر المرسل الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا يقوى على معارضة ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة أن أول نجم نزل من القرآن هو صدر سورة العلق. سورة الفاتحة عدد آياتها سبع آيات، وهذا باتفاق، لأن الله تعالى قال في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني. عدد كلماتها 25 كلمة، 25 كلمة. عدد حروفها 123 حرفا، وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة. والدليل على مكيتها أن الله تعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية باتفاق، قال له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك بالفعل الماضي، مما يدل على أن السبع المثاني قد نزلت قبل هذه الآية وهذه السورة التي وردت فيها هذه الآية. كذلك أيضا لا يعرف في الإسلام صلاة بدون قراءة سورة الفاتحة، والصلاة قد فرضت ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، كل ذلك يدل على أن السورة مكية. وها نحن قد عرفنا مقاصدها، اشتملت على مقاصد القرآن الكريم. مما يلفت أنظارنا أن القرآن الكريم أجمل في الفاتحة، وما جاء بعد الفاتحة من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس بيان وتفصيل وشرح لما ورد في سورة الفاتحة. كذلك سورة الفاتحة خطاب من الإنسان لربه، يعني الإنسان يقول، يخاطب ربه قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي يدل على ذلك. فالعبد يخاطب ربه بآيات سورة الفاتحة، وكل القرآن من البقرة إلى آخر الناس خطاب من الله تعالى
الإنسان، وهذا على تقدير القول في سورة الفاتحة، يعني قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا الحمد لله رب العالمين. ذكر الشيخ 5 أسماء لسورة الفاتحة فقط، وهناك أسماء أخرى مذكورة، منها أنها تسمى سورة الصلاة، ومنها سورة التفويض، ومنها سورة الحمد، ومنها سورة الحمد لله، ومنها سورة الشكر، ومنها سورة الكنز والوافية والواقية والكافية والشافية والمناجاة والرقية، أسماء كثيرة لسورة الفاتحة، ولا ريب أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وبيان فضله وقدره. أول آية من سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة. وهناك خلاف بين العلماء، هل البسملة تعد آية من كل سورة من سور القرآن الكريم ما عدا براءة، أو أنها آية، أو أنها ليست آية من أي سورة وردت فيها. ذهب قراء مكة، الإمام ابن كثير وبعض قراء الكوفة، الإمام عاصم والكسائي وبعض الفقهاء من المذاهب الأربعة، الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة براءة، واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة واتفاقهم على تجريد القرآن، على تجريد المصحف مما سوى القرآن، وقد أثبتوا البسملة، مما يدل على أنها آية وأنها قرآن. كذلك ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البسملة تعد آية من كل سورة وردت فيها. وذهب قراء البصرة ومذهب الإمام أبي حنيفة أن البسملة أنزلت للفصل بين السور، أنزلت للفصل بين السور، ولا تعد آية من كل سورة وردت فيها، واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله تعالى عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة، في أول القراءة ولا في آخرها. وهذا يحتمل أنهم كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين، لكن يقرؤون البسملة سرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في قوله بسم هذه حرف جر، ومعنى الباء هنا المصاحبة، والمقصود من المصاحبة التبرك، أي أنك تتبرك وتصاحب اسم الله تعالى الجليل في بداية كل فعل تفعله وكل عمل تعمله تبركا بالاسم الجليل. وقال البعض الباء هنا معناها الاستعانة، فأنت تقول بسم الله أي أستعين بالله تعالى على هذا الفعل، والراجح أنها للاستعانة، لما فيها من إظهار الاستكانة، ولما فيها من إظهار العبودية، ولما فيها من إظهار الافتقار والتذلل والتبرؤ من الحول والقوة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. يبقى أنت تستعين بالله عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الباء كما قلنا حرف جر يتعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدره أهل البصرة اسما، ويقدره أهل الكوفة فعلا، وهل يقدر في بداية الكلام أم يؤخر في نهاية الكلام خلاف بينهم، والراجح أن نقدره متأخرا حتى لإفادة الحصر والقصر والاختصاص. يعني أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ على رأي أهل الكوفة بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي، تقدره متأخرا اسما أو فعلا لإفادة الحصر والقصر، أيضا تقدره متأخرا اعتناء بالاسم الجليل وتقديما لهذا الاسم الجليل. بسم الله، ما معنى اسم؟ قبل أن نقول معنى اسم،
نقول إننا نرى في كتابة البسملة أننا نحذف الألف فلا نكتب بسم، كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك. لو قارنا بين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك سنجد أن الألف كتبت مع لفظ الربوبية ولم تكتب مع الاسم الجليل الله. قال العلماء هذا لكثرة الاستعمال، لأننا نستعمل كثيرا باسم الله، نستعمل كثيرا باسم الله فحذفت الألف لكثرة الاستعمال. مع لفظ الربوبية لقلة الاستعمال نكتب نكتب الألف. ما معنى اسم؟ الاسم هو ما يعرف به المسمى ويتميز به عن غيره. الاسم ما يعرف به المسمى ويتميز به عن غيره. ولذلك أهل الكوفة يقولون الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، بمعنى أن الاسم علامة على مسمى، علامة يتميز بها المسمى. وأهل البصرة يقولون مشتق من السمو بمعنى العلو والرفعة، لأنه يرفع صاحبه أو يرفع مسمى. باسم الله لفظ الجلالة علم على ذات الله سبحانه وتعالى، والله لا يطلق إلا على الله، لا يطلق على غيره، حتى إن المشركين قد صرفهم الله تعالى عن أن يطلقوا هذا الاسم الجليل على بعض أصنامهم. وهذا الاسم يذكر في القرآن الكريم ويوصف بجميع الصفات الأخرى، كما في أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره. ولذلك قال بعض العلماء الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وبعض العلماء يقول الله علم على ذات الله تعالى، علم جامد ليس مشتقا من شيء. وبعضهم يقول لا، هو مشتق من التأله بمعنى التعبد، فمعنى الله المعبود بحق. ومنهم من قال مشتق من الوله بمعنى التحير، والله تعالى العقول تحتار في ذاته سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفتان من الرحمة، صفتان مشتقتان من الرحمة، والمراد بهما وصف الله تعالى بالرحمة على سبيل المبالغة، فالله تعالى متصف بالرحمة البالغة. والمراد باتصاف الله تعالى بالرحمة هو لازم الرحمة وهو الإحسان، فالله تعالى متصف بالرحمة البالغة التي لا نهاية لها ولا حدود لها. الرحمن الرحيم، هل هناك فرق بينهما أم هما بمعنى واحد؟ الرحمن أعم وأبلغ من الرحيم، لأن الرحمن تتعلق ببيان رحمة الله تعالى للمؤمنين وللكافرين في الدنيا والآخرة. أما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين في الآخرة فقط. ولذلك قال العلماء الرحمن أبلغ من الرحيم وأعم منه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد المراد بالحمد هنا الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل وبالخير. الثناء على الله تعالى قد تثني على الله تعالى لذاته وقد تثني على الله تعالى لصفاته. الحمد يكون على الذات ويكون على الصفات والأفعال. أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل نعمة، الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. ومن هنا كان الحمد أعم
من الشكر لأنه يكون على الذات ويكون على النعمة في مقابل النعم، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل النعم. الحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. فالشكر أعم من الحمد من وجه، والحمد أعم من الشكر من وجه آخر. الحمد لله رب العالمين، أي أنك تثني بالخير على الله سبحانه وتعالى. رب العالمين، الرب يطلق في اللغة على عدة معاني. الرب معناه المالك، ومعناه السيد، ومعناه المصلح، ومعناه المدبر. ويجمع هذه المعاني أنه مشتق من التربية، والتربية تعني تنمية الشيء حالا فحالا حتى يبلغ الكمال المقدر له. تنمية الشيء عن الاعتناء بالشيء حالا، من طور إلى طور، من حالة إلى حالة أخرى، حتى يبلغ درجة الكمال المقدر له. والله تعالى قد ربى جميع العالمين واعتنى بهم واعتنى بهم في جميع الأحوال والأطوار. الحمد لله رب العالمين، أضيفت كلمة الرب، أضيف لفظ الربوبية إلى العالمين، والعالمين كل ما سوى الله تعالى، كل موجود سوى الله، جميع المخلوقات وجميع الموجودات داخلة تحت تربية الله سبحانه وتعالى لها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقد علمنا أن الرحمن والرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة، والمراد بهما اللازم وهو الإحسان. لكن لما ذكر الله تعالى الربوبية المطلقة لجميع الكائنات والمخلوقات في قوله رب العالمين، أحدث هذا مهابة وخوفا ورهبة وإجلالا وخشية في النفوس، فأعقبه الله تعالى بما يورث المحبة، وبما يورث وبما يذكر بالرحمة، فقال الرحمن الرحيم. لذلك جاء وصف الرحمن الرحيم بعد وصف الله تعالى بقوله رب العالمين. لماذا تكرر الرحمن الرحيم؟ لأنه مر معنا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لماذا تكرر مرة أخرى مع أن الوقت والعهد قريب؟ قالوا لأن الرحمة تقتضي الإحسان، والإحسان هو إنعام، والإنعام يستلزم منعم وهو الله، ويستلزم منعم عليه وهو جميع المخلوقات والكائنات. فمرة ذكر الرحمن الرحيم مع المنعم وهو الله بسم الله الرحمن الرحيم، ومرة ذكرها مع المنعم عليهم رب العالمين. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، عندنا قراءة مالك يوم الدين بالألف، وعندنا قراءة أخرى وهي قراءة جمهور القراء مالك يوم الدين. مالك من الملك والتملك، وملك من الملك ومعناه السلطان والسلطة وصاحب السلطان والقهر. مالك وملك، مالك وملك. بعض العلماء وبعض المفسرين يقول أيهما أبلغ، والحقيقة أن هذا السؤال أو هذا الطرح غير مقبول. لماذا؟ لأن مالك قراءة متواترة، وملك أيضا قراءة متواترة، والقراءتان بمنزلة الآيتين، كل قراءة كأنها آية مستقلة، وهناك تكامل في المعنى بين القراءتين،
فلا يجوز أن نقول هذه أبلغ من هذه أو هذه أبلغ من تلك. لكن من يقرأ مالك يزداد أجرا، لأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فأنت تقول مالك تقرأ كم حرف؟ أربعة. وتقول مالك تقرأ كم حرف؟ ثلاثة. لذلك الإمام الآلوسي يقول إن القراءتين يعني كفرسي رهان، إلا أنه يفضل أن يقرأ مالك حتى يزداد في الأجر عشر حسنات. مالك يوم الدين، ما معنى الدين هنا؟ المراد بالدين هنا الجزاء والحساب، والمراد به يوم القيامة، أي أن الله تعالى مالك يوم القيامة. طيب، عندنا سؤالان، لماذا لم يقل مالك الدين وقال مالك يوم الدين؟ قالوا حتى يعلم الناس وتلتفت أنظارهم إلى أن هناك يوما تقف فيه الخلائق بين يدي الله تعالى للحساب والجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يرى المحسن ثواب إحسانه، ويرى العاصي عقوبة عصيانه. هناك سؤال آخر، لماذا قال مالك يوم الدين؟ هل الله تعالى مالك يوم الدين فقط، مالك يوم القيامة فقط، أما الدنيا فلا؟ قالوا لا، الله تعالى مالك الدنيا ومالك الآخرة أيضا، ملك الدنيا وملك الآخرة أيضا، لكنه خصص الآخرة بالذكر هنا، لأن الدنيا ربما يحكم فيها بعض الناس، ويملك فيها بعض الناس، ويتحكم فيها بعض الناس، لكن تظهر ملكية الله ويظهر سلطان الله سبحانه وتعالى وقهره في الآخرة في صورة أظهر وأعظم من الدنيا، فلا يتكلم أحد يوم القيامة، بل الكل في خشوع وسكون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال مالك يوم الدين بعد قوله الرحمن الرحيم، قال لماذا جاء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ لماذا أتى بقول مالك يوم الدين بعد قول الرحمن الرحيم؟ قالوا لأن الرحمن الرحيم ترغيب، ومالك يوم الدين ترهيب، والقرآن الكريم في عادته يجمع بين الترغيب والترهيب، يجمع بين الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد. فمن الناس من يناسبه الترغيب، ومن الناس من لا يناسبه إلا الترهيب، من الناس من يناسبه الوعد، ومن الناس من لا يناسبه إلا الوعيد والتهديد. وهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده. يقول الشيخ المراغي ليعلمنا ويعلمنا أنه تعالى ربى عباده بكلا النوعين من التربية، فهو رحيم بهم مجاز لهم على أعمالهم، كما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا نجد أننا في بداية السورة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كأننا نتكلم عن شيء يعني غائب عنا، غير حاضر معنا. لكن لما قال إياك نعبد وإياك نستعين
كأننا نلتفت إلى الله تعالى ونتوجه إليه، وكأننا حضرنا معه سبحانه وتعالى وتوجهنا إليه بالخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما يقول علماء البلاغة، هذه الآية فيها التفات من الغيبة، الخطاب عن طريق الغيبة، إلى الخطاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خطاب غيبة، إياك نعبد وإياك نستعين، خطاب مباشرة موجه إلى الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، ما معنى العبادة؟ قالوا: العبادة طاعة تقترن بكمال المحبة والخوف والتعظيم. إياك نعبد، معنى العبادة طاعة تقترن بكمال المحبة والخوف والتعظيم. وأصل كلمة العبادة في اللغة، من أصلها التذلل، طريق معبد يعني مذلل. إياك نعبد، أصل الكلام نعبدك، لكن لما قدم المفعول على الفعل، نعبد فعل، الفاعل نحن، ضمير مستتر تقديره نحن، إياك نعبدك، لكن قدم المفعول وحقه أن يؤخر، فقدم إياك لإفادة الاختصاص والحصر والقصر، كأنك تقول أخص، كأننا نقول نخصك يا رب بالعبادة وحدك دون سواك، وهذا هو كمال التوحيد، بخلاف ما لو قلنا نعبدك، فقد نعبده ونعبد غيره معه، لكن لما قلنا إياك نعبد يعني نخصك وحدك بالعبادة دون سواك. إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا قدم المفعول إياك على فعل الاستعانة، نستعين، والأصل نستعينك لإفادة القصر والحصر والاختصاص أيضا، يعني نستعين بك وحدك لا شريك لك. طيب، أما كان يكفي أن نقول إياك نعبد ونستعين بدون تكرار إياك مرة أخرى؟ قالوا لا، كرر المفعول إياك مرة ثانية لدفع التوهم. قد يتوهم متوهم لو قلنا إياك نعبد ونستعين، يتوهم أننا نخص الله تعالى بالعبادة فقط، أما الاستعانة فنستعين به ونستعين بغيره، أو نستعين بغيره معه. فدفعا لهذا التوهم قال، كرر المفعول مرة أخرى وقال وإياك نستعين. كما أن في هذا التكرار، تكرار وإياك مرة ثانية، فيه تلذذ العبد وهو واقف بين يدي الله تعالى بإطالة الخطاب، بإطالة الكلام مع الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، عرفنا العبادة طاعة تقترن بكمال المحبة والخوف والتعظيم. ما الاستعانة؟ كلمة الاستعانة معناها طلب المعونة، طلب العون، وأطلقت الاستعانة يعني وإياك نستعين، نستعينه في ماذا؟ نستعينه في كل أمورنا، يستعين الإنسان بربه في كل فعل من أفعاله وفي كل قول من أقواله، ولذلك أطلقت وإياك نستعين في كل شيء. من الملاحظ أننا نقول إياك نعبد وإياك نستعين بنون الجمع، بنون الجمع. فلما التعبير بنون الجمع؟ قالوا لأن العبد وهو في مقام الكبرياء والعظمة، وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، كأنه يقول أنا أقف مع غيري من المتعبدين، أنا أشاركهم وأصاحبهم في هذا الفعل وفي هذه الوقفة، لأنني لا أستحق، أنا مقصر ومفرط لأن أقف بمفردي، لا يليق بي أن أقف بمفردي لذنوبي وتقصيري وخطيئاتي في مواقف الكبرياء وحدي بمفردي. أيضا فيه إشعار باشتراك هذا المصلي أو هذا القارئ أو هذا الموحد
مع سائر المؤمنين والموحدين فيما هو مقبل عليه، فهو يتكلم عن نفسه ويتكلم أيضا عن المؤمنين معه. إياك نعبد وإياك نستعين، قدمت العبادة على الاستعانة، قدمت العبادة على الاستعانة. قالوا لأن العبادة هي المقصود الأعظم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقدم المقصود بالذكر أولا، قدم المقصود بالذكر أولا، فقال إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، المراد بالهداية الإرشاد والدلالة، وكما يقول بعض المفسرين الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب. والهداية أنواع، الهداية أنواع، هداية العقل، هداية العقل، وهداية الرسل، وهداية التوفيق، والهداية إلى دخول الجنة في الآخرة. يعني يعرف الإنسان الموحد، يعرف ولي الله مكان منزله وقصره في الجنة في الآخرة. هداية الدلالة والإرشاد تكون لرسل الله، ولذلك وجدنا في القرآن الكريم الآيات التي تثبت الهداية للرسل. يقول الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية. وفي آيات أخرى نفى عنه الهداية، قال إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، أما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق لا تكون إلا لله تعالى. أنت تنصح ولدك وتدله على الخير وترشده إلى الحق، لكنك لا تملك أن تحمله وأن تجبره على وتكريه على فعل الخير. هداية التوفيق هذه لا تكون إلا من الله. ومعنى قولنا اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا ووفقنا ودلنا على الصراط المستقيم. ما الصراط؟ كلمة الصراط معناها الطريق، والمستقيم معناها القويم، ليس فيه إعوجاج ولا انحراف. اهدنا الصراط المستقيم، يبقى كلمة الصراط معناها الطريق، وكلمة المستقيم معناها القويم الذي لا انحراف فيه ولا إعوجاج. والمراد بالصراط المستقيم هنا الإسلام، وكأننا نقول يا رب اهدنا ووفقنا إلى الطريق القويم الموصل إلى مرضاتك وإلى جناتك، وهو الإسلام بتطبيق شرائعه وتطبيق عقائده وامتثال الأوامر والنواهي. المؤمن الذي يصلي ويقرأ الفاتحة هو مهتد، بدليل أنه صلى وبدليل أنه أقبل على القرآن وقرأ سورة الفاتحة. فلماذا يسأل المؤمن المهتدي ربه الهداية وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قالوا معنى سؤال المؤمن المهتدي ربه الهداية معناها الازدياد، الزيادة منها، يسأله ويطلب منه الزيادة، ويطلب منه الثبات، يطلب منه الثبات عليها، كما في قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي ربه؟ كلا، وإنما المراد يا أيها النبي اتق الله معناه دم واستمر وزد واثبت على هذه التقوى، كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب هم مؤمنون، لماذا يأمرهم بالإيمان؟ معناه الزيادة والثبات والترقي في درجات الإيمان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كأن سائلا قال ما هو الصراط المستقيم، ما الطريق القويم الذي يسأله المؤمنون ربهم في صلواتهم وفي غير صلواتهم.
فجاء قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم للبيان. صراط الذين أنعمت عليهم يعني طريق الذين أنعم الله تعالى عليهم. من الذين أنعم الله تعالى عليهم؟ هذا جاء في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعظم وأحسن وأفضل طرق التفسير، لأن قائل الكلام أدرى بمقصوده وبمراده من غيره. غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم يعني اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم يعني أبعدنا عن طريق المغضوب عليهم والضالين. غير المغضوب عليهم، من المغضوب عليهم؟ ورد في الحديث الشريف أولا الغضب معناه الشدة، والضلال معناه الانحراف والعدول عن الصراط المستقيم، وهو ضد الهدى. وورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود، لأن هذه أبرز صفاتهم، وقد تكلم عنهم في كثير من الآيات، فباءوا بغضب من الله. وفسر الضالين بالنصارى، لأن هذا أبرز صفاتهم أيضا الواردة في القرآن الكريم. وبعض العلماء يقول على العموم، يقول المراد بالمغضوب عليهم والضالين هو كل من انحرف عن الطريق السوي والصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت، إسناد الإنعام إلى الله، لكن في الغضب والضلال قال غير المغضوب عليهم، مع أن الأفعال كلها من الله سبحانه وتعالى، الله هو خالق جميع أفعال العباد. غير المغضوب عليهم هذا شر، ولا الضالين هذا أيضا شر، لكن أنعمت عليهم خير. وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى ننسب الخير له فنقول أنعمت، أما في الفعل الذي هو شر في ظاهره شر فإننا لا ننسبه إلى الله تعالى، وإنما ننسبه إلى أنفسنا، كما قال الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، لكن في البداية قال الذي خلقني فهو يهديني والذي ويطعمني ويسقيني، أسند الأفعال كلها إلى الله، لكن لما جاء في المرض قال وإذا مرضت أنا، أسند المرض لنفسه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وبعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة يسن للمصلي أن يقول آمين، وآمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب، وليست من القرآن، لذلك لم تكتب في ختام سورة الفاتحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.